بص يا شباب، حد شايف اللي انا شايفه ده؟ شايفين اللي انا شايفه؟ يلا دكتور. بص يا شباب، دلوقتي ده عندنا شوية موظفين بالداتا بتاعتهم، اللي هو المسمى الوظيفي بتاعهم محاسب اداري قانوني، ده احنا هو شرحناه. بس المشكلة، معلش يا استاذ حضرتك، الصوت بس بيقطع لان انا مش سامع حاجة انتوا كده؟ مع طب حضرتك. محمد لوحده ولا كله؟ المحاضرة متسجلة. المحاضرة الأولى مسجلة، أيوة أنا حاططها على الجروب يا عبد السلام، على الجروب هتلاقي المحاضرة الأولى على اليوتيوب. تمام الصوت تمام، مش تمام مشكلة. الصوت تمام. بص يا شباب، دلوقتي ده عندنا الجدول بتاعنا، بيكون فيه أرقام الموظفين واسم الموظف ورقم، وقصدي والمسمى بتاعه، إذا كان هو يعني هو شغال إيه، محاسب إداري محامي أيا كان اللي هيشتغله، وكمان مرتبه، وكمان رقم تليفونه. تمام كده يا شباب؟ تمام. دلوقتي احنا عايزين نعرف لو عندنا بيانات بعض الموظفين دولت، وعايز اجيب بيانات الموظفين دولت اللي هم دولت كده من هنا. فاهمين قصدي ايه؟ الطريقة التقليدية. الو، انتوا معايا ولا لا؟ ايوه مع حضرتك. بصوا يا جماعة، الطريقة التقليدية اللي احنا شغالين بيها بتكون عبارة عن ايه؟ ان انت بتاخد اسم الموظف ده كده كوبي، وتيجي هنا تروح جاي هنا find and replace find، وتاخد دي كده paste، وتدوس find all. قال لك ان مؤمن ده هنا، مؤمن رياض مروان حمزة اهو، وتاخد احنا عايزين ايه منه؟ رقم الموبايل. هنروح واخدين رقم موبايله وناخده كده كوبي. شلل. فاهمين قصدي ايه؟ احنا بنتكلم بس على كام؟ على 7 موظفين. ما بالك لو الداتا دي كلها مثلا عبارة عن 100، هتعمل ايه؟ تمام كده يا شباب؟ هتعمل ايه بقى لو انت عندك 100 مثلا، 100 داتا، هتعملها ازاي؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. احنا جايين نتكلم عن معادلة انا بسميها كده بتدور على إبرة في كوم قش، قش كده. افتكروا الحتة دي كده يا شباب، ان احنا بندور على إبرة في كوم قش. تمام. وهي في حد بعت حاجة؟ الصوت واضح عندكم؟ انا الصوت واضح، انا يعني انا اللي بتكلم، انا حاسس ان صوتي واضح. بص يا شباب، معلش اتفضل. سجلة. المحاضرة مسجلة. المحاضرة مسجلة، ماشي تمام، شكرا. تحت امرك. بص يا شباب، دلوقتي لو انا عايز بعض البيانات دي، لو انا عايز بعض البيانات دي اجيب ارقام تليفوناتها بسرعة، فهتيجي هنا معادلة اسمها في لوك اب. تمام. في لوك اب دي اهي، الفي لوك اب دي بتدور بيها في الجدول ده يطلع لك النتيجة على طول. طب ما تيجي نشوف، انا اوريكم الاول الطريقة البدائية اللي انت بتاخد اسم الموظف وتقعد تدور بيه في الجدول ده، لكن الطريقة التانية عبارة عن ايه؟ بنقول يساوي في لوك اب، اي اول ما تكتب يساوي اي معادلة في الاكسل اللي بتبتدي بيساوي، في لوك اب دوس عليها مرتين كده، جاب لك 4 خانات من معادلة. انتوا معايا صح؟ يعني خليكم كده، حد يقول ايه كده يعني، انا اعرف بس ان في حد معايا. مع حضرتك. تمام. مع حضرتك. قال لي بقى ايه اللوك اب فاليو، اللي هو القيمه اللي انت بتدور بيها، عشان نبتدي بقى نشرح الحته دي كده عشان اوريكم. اللوك اب فاليو اهي، اللوك اب فاليو دي القيمه اللي بتبحث بيها او عنها، عشان نوسعها كده عشان نبقى شايفين، دي اللوك اب فاليو، القيمه اللي بتبحث بيها. تمام. تعال نكمل المعادله دي. لوك اب تيبل اري، تيبل اري ده، تيبل ده الجدول اللي بتبحث فيه او جواه، يعني عشان تبقى الكلام واضح كده، او جواه. بعد كده الكولوم
النمبر دي كولو كده كولوم كده كولوم نمبر اللي هو رقم العمود اللي عايز نتيجته، واخرها خالص اللي هي دي خليها دي في الاخر. هنبتدي بقى يا جماعه نقول في لوك اب. احنا دلوقتي عايزين ارقام التليفونات بتاعه الموظفين دول، صح؟ تمام كده يا شباب، احنا كده بنتكلم صح كده؟ صح كده يا جماعه؟ الو تمام. انتوا والنبي خليكم معايا، بالله عليكم بالله عليكم، عشان المعادله دي والله المعادله دي صدقوني والله ما بتخلاش من اي حاجه. انتوا يا جماعه اسمعوني، احنا بنتكلم ان المعادله دي من اساسيات الشغل، والله والله المعادله دي من اساسيات الشغل. بصوا يا شباب، هنقول يساوي في لوك اب. تمام، تعالى كده ناخد ال الاسم بتاعها كده، خلي كده ديلي كده لمده ثانيه مثلا، اهي ناخد دي كده اهي، ونخلي الصوره دي كده نخليها هنا كده عشان نبقى عارفين ان دي شكل المعادله، اهي يساوي في لوك اب. اللوك اب فاليو، بصوا يا جماعه بيقول لك اللوك اب فاليو اهي، اول واحده اهي في المعادله اهي، شايفينها اهي اللي انا واقف عليها بالماوس دي اللي عماله احركها كتير دي، بيقول لي لوك اب فاليو. اللوك اب فاليو دي بيقول لك ايه؟ القيمه اللي بتبحث بيها او عنها، صح كده يا شباب؟ الو مظبوط تمام تمام، معايا بالله عليكم، معاك معاك. لوك اب فاليو اهي بيقول لك القيمه اللي بتبحث عنها. اقول له انا ببحث بايه؟ اقول له مثلا رقم الموظف، لان رقم الموظف ده ما بيتكررش، تمام اهي. وبصوا بعد القيمه دي هتلاقي في كومه، الكومه دي اللي بتفصل ما بين دي عن دي. بصوا هنا تلاقي مفيش اسود، هنا اول ما اقف عليها بيكون اسود، ادوس كومه نقلتني على الجدول اللي بعديها، التيبل اري اهو، بيقول لك الجدول اللي بتبحث فيه، بيقول لك انت بتدور فين. اقول له انا بنزل اروح دايس نازل هنا كده، وابتدي اهم حاجه لازم ابتدي من رقم الموظف، انا بدور باسم برقم الموظف، يبقى ابتدي هنا بجد العمود اللي فيه رقم الموظف، ما ينفعش ابتدي باسم الموظف. فاهمين كده يا شباب ولا لا؟ يعني لازم ابتدي بالرقم، يعني البدايه كده تبقى بدايه الرقم الموظف، وما ينفعش ارجع ورا، يعني بمشي كده، ولو انا من اليمين بمشي كده، يعني ما ينفعش ان انا ابتدي كده وارجع لورا، لا هو لا اما لو انا ناحيه الشمال امشي كده ناحيه اليمين، ولو انا ناحيه اليمين امشي ناحيه الشمال. فاهمين كده يا شباب؟ الو تاني بعد اذنك، انا عندي الاكسل ناحيه الشمال، انا عندي ليفت تو رايت اهو، حتى بصوا تلاقوا التابات، التابه دي تحت على الشمال اهي، لكن لو انا عملتها كده فين، لا لحظه اهو، هتلاقي بصوا التابات ناحيه اليمين. شايفين كده يا شباب ولا لا؟ تمام يا دكتور. يعني اللي يسال السؤال يكمل معايا. تمام تمام، يعني انت فاهماني كده ولا لا؟ يعني ده ناحيه اليمين، لو انت بتعملي المعادله تمشي ناحيه من اليمين للشمال، لكن لو انا ناحيه الشمال امشي من ناحيه الشمال لليمين، انا كده قلبته ناحيه الشمال تاني. تمام، هنبتدي بقى نبتدي اهو. يقول لك ايه دي لوك اب؟ يقول لك اللوك اب فاليو اللي هي ايه اللوك اب فاليو؟ القيمه اللي انت بتدور بيها اهي، مكتوبه اهي القيمه اللي بتبحث بيها او او عنها. اقول له انا بدور برقم الموظف، تيبل اري الجدول اللي بتبحث فيه او جواه، اروح داخل هنا كده. احنا اولا احنا عايزين انهي نتيجه؟ نتيجه رقم رقم الموبايل. طب معلش استاذنا لو سمحت، ليه ما دوستش على رقم الموظف؟ ليه دوست على قيمه جوه الكولم؟ فاهم حاجه؟ يعني انا دلوقتي لما حضرتك دوست على في الكولم بتاع رقم الموظف ده، حضرتك ما اخترتش كلمه رقم الموظف، اخترت من القيم اللي تحت. يعني ده الصح يعني؟ يعني عايز تقف يعني على العمود كله يعني قصدك؟ ايوه. ما هو لو انت عايز تقف على العمود كله يبقى انت لازم النتيجه تبقى من اول هنا. اهو بص اسمعني، مين اللي بيتكلم اهو عشان بس ابقى عارف؟ علي. بص يا علي اسمعني، انا دلوقتي النتيجه في الكولوم في في في, في الرو رقم 2، صح كده؟ مش انا عايز النتيجه اللي في الرو رقم 2، صح ولا غلط؟ تمام، انت معايا علي صح؟ فما ينفعش انا معاك، فما ينفعش ان انا اروح جايب العمود كله، ما هو ممكن يرحل لي الكلام اللي فوق ده، انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن يجيب، ممكن يبتدي يعد لي او يجيب لي النتيجه بتاعت دي. بص يا علي انت مش فاهمني يا علي، بص يا علي
انا دلوقتي بدور بالرو رقم 2 تمام. انت بقى بتقول لي ايه؟ طب انت ليه ما وقفتش على العمود كله وجبتها؟ صح كده؟ تمام صح كده. لو انا وقفت على العمود كله، لو هنا لو الاسم لو الـ لو الـ النتيجه دي لو انا دي حاططها فوق هنا كده، يعني لو رقم الرقم بتاع الموظف ده فوق هنا، النتيجه تتوقع تبقى للموظف ده ولا للموظف ده في الخانه دي؟ هتبقى ال انهي نتيجه؟ معلش عشان انا اطلع. انا دلوقتي بدور، انا دلوقتي عايز النتيجه هنا في الخانه دي. يبقى لازم امشي. ايوه بالظبط، يبقى لازم امشي كده بالظبط زي ما حضرتك ماشي. زي ما انا ماشي، لكن لو انا ابتديت من العمود كده فوق هيجيب لي النتيجه بتاعه الموظف ده قدام الموظف الغلط. يعني الموظف ده اسمه احمد سعيد، احمد سيد، فهيجيب لي النتيجه بتاعته قدام الموظف اللي اسمه مؤمن. فهمت قصدي؟ تمام يعني. اوكي انا مع الاسئله هفهمها، شكرا. فهمتها عن اقتناع ولا لا لسه؟ لا لا تمام، مع المثال هستعيرها. تعال نبتدي اهو. بص يعني احنا دلوقتي قلنا ايه؟ لو سمحت بعد اذنك، بعد اذنك، هو احنا دلوقتي بالنسبه بقى للنقطه اللي هو اتكلم فيها وكده، ان احنا لما بنكتب اللي هو اللوك اب فاليو، مش احنا بنكتب يعني مثلا للمؤمن هنكتب اللي هو الاي، المفروض اللي هو البي 2، وبعدين نيجي في اخر الخانه كده وهنزل بقى بالموجب لتحت عشان كله يبقى نفس الحاجه، مش كده ولا ايه؟ ايوه احنا لسه على فكره يا جماعه احنا عمالين كل ده بنتكلم ولسه لسه ما ابتديناش المعادله. ادوني لحظه، ادوني فرصه، ادوني فرصه لو سمحت. خلاص طب اقول لكم على حاجه، خلوا الاسئله لبعد ما اخلص المعادله خالص. خلاص بصوا يا شباب، يساوي دي لوك اب، اللوك اب فاليو بيقول لي ايه؟ بيقول لي دي اللوك اب القيمه اللي بتبحث بيها. اقول له انهي قيمه؟ اقول له انا بدور باسم الموظف، مش كده بس نعمل نقول. بقول له انا بدور باسم الموظف. بعد كده يقول لي انت بتدور فين؟ اقول له بص انا بدور في الجدول ده، في الجدول ده. طب انت عايز انهي قيمه؟ اقول له انا عايز القيمه بتاعت رقم الموبايل. هيقول لي اوكي. هنروح قايلين له احنا بندور في الجدول ده، يبقى هنبتدي من اول رقم الموظف لحد نمشي 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 لحد ما نقف عند ايه ده؟ ايه ده؟ معلش انا اسف، هو انا لقيت نفسي خرجت. هنقف من عند رقم الموظف لحد ما نروح عند الموبايل، تمام كده؟ الموبايل ده العمود رقم بعد كده ندوس كوما، يقول لك الكولوم اندكس اهو. الكولوم اندكس احنا قايلين الكولوم نمبر اهو، او الكولوم ده اندكس نمبر، بيقول لك رقم العمود اللي عايز نتيجته. رقم العمود اللي عايز نتيجته انهي؟ ادي 1 2 3 4 5، يبقى رقم 5. هنروح جايين هنا كده وهنكتب 5، بعد كده ندوس اوكي نكس، قصدي كوما. بيقول لي انت عايز النتيجه تقريبيه ولا فولس؟ اقول له لا فولس، انا عايز النتيجه اكزاكت. اكزاكت يعني اكزاكتلي، يعني تمام التمام. هنروح دايسين عليها 2 كده دبل كليك، ونروح قافلين القوس وندوس انتر. جاب لي رقم التليفون اهو. هنروح جايين هنا على علامه الزائد اللي بتظهر لي في اخر المربع دي كده، ونروح ساحبينها لتحت كده، جاب لي ارقام التليفونات. طب ما تيجي كده نتاكد. طب اقول لك على حاجه، مش لازم نتاكد، احنا ممكن نزود كمان قيمه من عندنا. يعني هنا في رواتب وفي هنا مسمى وظيفي، تعال نجيب المسمى الوظيفي. تعال نعمل كده، نعمل انسرت كده الكولوم جديد اهو، ونكتب هنا اسمه المسمى الوظيفي، تمام كده يا شباب. طب تعال بقى نبتدي نتكلم في المسمى الوظيفي، هنعملها ازاي؟ يلا بينا نعملها تاني. في لوك اب يساوي في لوك اب القيمه، ان لوك اب فاليو اللي هي القيمه اللي بتبحث بيها. انت بتبحث بايه؟ انا بصراحه لازم ادور بحاجه تبقى فريده، يعني مؤمن دي مؤمن رياض، في ناس بتبقى متشابهه بالاسم الثنائي والثلاثي كمان. يعني محمود، انا في عندي 3 اشخاص في الشركه اسمهم محمود علي، فلازم الثلاثه دول يبقى ليهم ارقام مختلفه. لو عندك رقم بطاقه فرقم بطاقته مختلفه، لو عندك اي دي يعني اي دي اللي هو رقم محطوط له كده في الشركه زي اي دي كده بيدخل بيه الشركه وكده، ده لازم تدور بيه، لان الارقام دي ما تبقاش متشابهه، الارقام دي بتبقى وحيده يونيك كده. يبقى اللوك اب فاليو انت بتدور بيه، اقول له انا بدور برقم الموظف كوما. التيبل اري بتدور فيه فين؟ بدور فيه هنا.
يبقى من اول رقم الموظف لحد ما اروح عند رقم الموبايل كومه الكولوم اندكس نمبر النتيجه. انت عايز اني حاجه اقول له بص بقى ركز انا عايز المسمى الوظيفي اللي هو ده المسمى الوظيفي ده رقمه كام والكولوم اندكس نمبر ده انت عايز العمود رقم كام ادي 1 2 3 اقول له انا عايز رقم 3 اهي المعادله بتتكتب فوق اهي 3 وبعد كده ادوس كومه يقول لي انت عايز النتيجه ترو اور اكزاكت اقول له لا اكزاكت اللي هي رقم 2 دي دوس عليها مرتين ونقفل القوس دوس انتر اهو اذن نسحب المعادله كده لتحت كده كده طلعت المعادله نمسح بس اللي هو دي بس كده. طب تعالى نتاكد كلهم هنا. طب تعالى نشوف كده اسامه صهيب اسامه صهيب مكتوب قدامه محاسب تعالى كده نشوف كده اسامه اهو اسامه صهيب اهو قدامه محاسب. طب تعالى نتاكد من واحد تاني حمزه شادي اسمه محاسب حمزه 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 شادي محاسب. طب مثلا اخر بقى حاجه ازن ده اللي هو اسمه غريب ده مؤمن رياض مؤمن 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 في مؤمن هنا ولا لا مؤمن رياض ازن اهو بس كده بس كده الاسئله مفتوحه يا جماعه اللي عايز يسال بقى ممكن نعملها تاني بس حاضر تعالى نعملها في الراتب كمان كده احنا عملنا كده احنا جبنا رقم الموبايل وكده جبنا ايه ايه خليك معانا علي علي انا مع حضرتك خليك بقى معايا افتح المايك اوكي احنا كده جبنا رقم الموبايل وجبنا المسمى الوظيفي تعالى بقى نجيب الايه الراتب رواتب الموظفين تعالى تعالى نجيب كده نعمل كده كولوم جديد اسمه راتب الموظف اهو عايزين نجيب رواتبهم هنعملها ازاي يا عم علي خليك قول لي بقى كده علي يعني خليك كده معايا يساوي في لوك في ال او او ومن بعد كده ندوس عليها مرتين اول حاجه ايه اللوك اب فاليو اللي هي ايه هنيجي عند اللي هي ايه اللوك اب فاليو دي اللي احنا الخانه اللي احنا بندور عليها الخانه اللي احنا بندور بيها مش عليها بيها بيها اهو هندور بايه برقم الموظف لان الرقم ده لازم يكون رقم وحيد ما يبقاش في حد شبهه تمام بعد كده هنعمل ايه تاني بعد كده نعمل كوما كوما اهو كده نقلتنا فين التيبل اري التيبل اري ده بيقول ايه ده الجدول اللي احنا بندور فيه بالظبط احنا هنعمل هنظلل على الجدول كله هنروح جايين هنا في بيانات الموظفين دي كده ونروح جايين كده مظللين على كل الجدول اهو تمام تمام وبعد كده نعمل ايه تاني المعادله لسه شغاله اهي نعمل كوما كوما اهي انت عايز انهي ناتج احنا عايزين قلنا راتب الموظف دلوقتي احنا ولا ايوه يبقى هنيجي عند 1 2 3 4 انا رقم 4 بصوا يا جماعه احنا عايزين احنا عايزين العمود ده يبقى العمود 1 2 3 4 اهو يبقى نكتب 4 بعد كده المعادله بتتكتب فوق اهي يا جماعه مش حد شايفينها ولا كوما كوما بعد كده الرينج بقى لا هنختار انت عايز النتيجه لا بيقول لك النتيجه انت عايزها ابروكسيمتلي ابروكسيمت دي يا جماعه يعني تقريبيا ولا عايزها اكزاكتلي اكزاكت يعني فاهمين قصدي اكزاكتلي دي اللي هي ايه بالضبط صح دقيقه اهي نروح دايسين عليها مرتين اهي تمام ونروح ايه قافلين الكورس يا عم علي نروح دايسين انتر جاب لي الراتب اهو هنعمل ايه بعد الراتب هنيجي عند المربع الصغير اللي في حرف الجدول وننزل ونسحب او بص اقول لك على حاجه ادوس عليها مرتين بس تمام جزاك الله خير يا استاذنا كده انت تمام كده يا عم علي تمام جدا جزاك الله خير بص بقى طب نتاكد بقى من المرتبات شادي ده مثلا 2585 تعال نشوف شادي كده شادي 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 اهو 2585 طب تعالى نتاكد على واحد مثلا زي ده احمد سيد ابراهيم 3958 احمد سيد ابراهيم اهو 3958 اهو ده زي ده كده تمام كده شباب الو السلام عليكم تمام يا دكتور كده الدنيا كويسه يعني طب حد كان عارفها من الاول ولا لا
لا وانا كنت اسمع عنها ان هي داله بحثيه وكده، بس اللي عرفت دلوقتي ان انا ممكن بعد كده لو انا بنش مثلا جدول ولا حاجه بكتب، بس يعني ممكن لو عملت فيلوك اب لكذا صف في الجدول احتاج بس الرقم الموظف، بمجرد ما اكتب رقم الموظف بيظهر لي بعد كده كل الحاجات اللي تخص الموظف. بص في الصفوف كده جنب بعض. اب واحد انت دلوقتي فده حاجه انت شغال في صح كده؟ اتفضل دكتور. تمام. فانت لازم يكون عندك حاجة مميزة تدور بيها على الموظفين، مثلا رقم البطاقة، مفيش واحد رقم البطاقة زي التانية. تمام. يعني قصدي ان انت لازم يكون موجود للناس ارقام مميزة، حتى لو ملهمش ارقام يا ابو واحد تعمل لهم انت ارقام. تمام. يعني تقول لهم بقول لكم ايه، انت مثلا رقم التسلسل بتاعك رقم واحد، التاني خمسة سبعة تمانية تسعة عشر، بحيث ان ما يبقاش في حتى. تمام. يا جماعة على فكرة يا جماعة الارقام دي او ايدنتفاير دي انت بتدي معرف للبني ادم اللي قدامك. في ناس اسمها احمد محمد سيد، يعني قصدي انا ليه واحد صاحبي محمد عبد الواحد اسمه محمد عبد الواحد، فالاسامي شبه بعض بالظبط، لكن لما تيجي تدور بحاجة ايدنتفاير يعني معرف ليها لوحدها بنسميها في لغه البرمجه برايمري كي، رقم كده ما ينفعش يبقى في حد شبهه. فاهمين؟ تمام تمام. فعشان بس ايه نبقى عارفين، فالفيو كاب كويسه يا شباب؟ الدنيا كويسه الحمد لله. كويسه جدا. تمام. يعني الدنيا على فكره يا شباب بقى انت ممكن تعمل، بصوا تعالوا بقى عشان هنبتدي في دي كمان. طب نعمل بس ميوت كده معلش يا شباب. صح نسيت اقول لكم، لو اللينك قفل تدخلوا على اللينك ده تاني عشان فاضل له دقيقتين. بصوا يا شباب دي برضو بعض البيانات اهي عشان تبقى انتوا شايفين دي بتتعمل ازاي اهي. تعالوا بس نعمل كده. يلا تمام. بصوا يا شباب دلوقتي دي بعض البيانات اللي في بعض ال، في حد عايز يدخل ولا ايه؟ في حد عايز يدخل. كود العميل، اسم البلد، رقم الفاتوره، قيمه الفاتوره، نسبه الخصم. تمام كده يا شباب. انا دلوقتي كمحمد عايز اعرف العميل ده من انهي بلد ومن الفاتوره بتاعته فين، رقمها ايه، وعايز كمان قيمه الفاتوره بتاعته وعايز كمان قيمه الخصم بتاعته. ايه رايكم يا شباب تساعدوني فيها؟ على فكره اللينك قرب يقفل، فلو قفل ادخلوا عليه تاني. لو كده نقفل وندخل على تاني برضه. لما هو نفس اللينك يعني اقفلوا وادخلوا تاني على نفس اللينك. خلاص كده يا شباب. فانا بقى عامل بقى ايه بقى اللي احنا نعمل حركه حلوه قوي، ان انتوا تساعدوني ان احنا نعمل نجيب قيمه البلد. يعني بصوا اكواد العملاء هي كتير اهي، فانتوا تقولوا لي العميل ده البلد بتاعته ايه ورقم فاتورته ايه والقيمه بتاعتها يعني فلوسها قد ايه وقيمه الخصم بتاعتها. خلاص كده يا شباب. الو السلام عليكم. تمام يا دكتور. تمام مع حضرتك. تمام يا دكتور. لو كده نقفل ويدخل لينك. نعم تاني بقى. لا احنا مركزين بس. لو كده نقفل ويدخل لينك تاني بدل ما الكلام ما يضيع. لا ما هو اللينك برضو لازم يخلص. لا انا مستني. لازم يخلص برضو. ايوه انا مستني. لازم اللينك ال 40 دقيقه يخلص. انا مستنيكم بس كده ثواني بقى نلحظ بس نوقف الفيديو ده كده لحظه اهو نعمل ريزوم. انتوا كده شايفين كده يا شباب صح كده؟ تمام دكتور. يلا بص بقى يا شباب احنا هنعمل مره واحده، سامعيني كده؟ هنعملها مره واحده وهي لوحدها اوتوماتيك هتسمع. يلا شباب بسم الله. اولا احنا عايزين، تعالى كده نكبر الكلام ده شويه كده. احنا عايزين ده كود العميل، انا عندي كده كود عميل، فبقول له ايه، انا عايز اعرف العميل ده البلد بتاعته ايه ورقم فاتورته بقول لك ايه، واحده واحده يا عم. بقول لك ايه، تعالى نبتدي الاول بالبلد. مين اللي هيساعدني في البلد هنا بعد اذنكم؟ يعني مين اللي هيتطوع ويساعد غير علي؟ بقى علي بقى عملها مره مع حضرتك يا دكتور. يلا بينا يا ابو واحد. بصوا يا شباب اهو البلد اهي، نبتدي بايه يا ابو واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور ايوه انا معاك اهو. طب انا مش سامع حاجه. انا سامعك والله، اتكلم وانا سامعك يا دكتور مع حضرتك. يلا قول يا ابو واحد. نعمل ايكوال اهي يساوي ماشي.
مع حضرتك ايكوال ماشي في لوك اب عشان انا عارف انت كلامك ايكوال في لوك اب ماشي عملتها اهي يلا عبد الواحد في لوك اب نضغط عليها مرتين ماشي ونفتحها بقى من الاريح شويه او عادي نمشي زي ما نمشي بس مش هتفرق يعني ماشي يلا هو انا معاك اهو يا دكتور ابي واحد انت مستمعني انت النت يا دكتور مع حضرتك احسن فصل عندنا مع حضرتك طب انت كده سامعني كده كويس انا سامع حضرتك وانا بكلم حضرتك من عند الزبدوي ماشي ماشي لو ماشي زي الفل دلوقتي بدأنا في لوك هنبتدي نعمل ايه تاني تمام لو 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 حضرتك بص بقى لو حضرتك لما معلش لو دوسنا على الاف اكس ده هتظهر لنا مربعات كده تحت بعضها عشان انا برضه انا ايه بتلخبط ما بين الكوما وال لا لا لا, لا. انا عايز نبتديها بلدي الاول تمام تمام ماشي مع حضرتك يا دكتور لا تكتب الكود صح يا يا تمام يا دكتور مع حضرتك لو حضرتك هناخد بقى الكود العميل اللي هو لوك اب فاليو هنبتديها بكود العميل اهو بالظبط كده بعد كده بعد كده كوما كوما احنا عايزين ايه عايزين الجدول بقى نحدد الجدول كله يعني لا التيبل اريا نحدد الجدول كله لازم نحدد الجدول كله احنا ممكن نحدد عمودين بس مش البلد دي اللي هي هنا تمام يبقى انت ممكن تحدد واحد اتنين بس كده فاهمني تمام يا دكتور بس كده تمام بعد كده بعد كده طالب مني الكول اندكس رقم الرقم الاول دوس كوم رقم العمود الكوم الكوم معلش كولوم اندكس نمبر هيبقى ايه 2 جدع بعد كده كوما كوما بعد كده بعد كده اضغط على اللي تحت اللي هي الفول اكزاكت ماتش مرتين دوس عليها بدبل كليك مرتين اهو بعد كده نقفل الكورس تمام انتر قال لي ان العميل ده تبع ايجيبت تمام طب تعالى كده ندور هل العميل ده فعلا تبع ايجيبت تعالى كده ندور كده عليه كده العميل ده اخره 715 تعالى كده 700 اهو 715 اهو طلع فعلا تمام. تبع ايجيبت تمام اهو كده احنا ماشيين صح الله ينور حد بقى تاني غير عبد الرحمن يخش معايا مين اللي جاي يا دكتور معلش انا عندي معلش انا دوست ميوت معلش انا اسف ابتدي تاني قول تاني مين اللي كان داخل الكلام سامعني كده انا كده سامعك يا عبد الرحمن بقول لحضرتك معلش ليه حددت اول عمودين بس طب ما انا كده لما اجي اسحب المعادله عشان تطبق على الكل طب ما كده مش هتنفع كل ايه مش فاهم يعني دلوقتي لما جينا نجيب البلد وعملنا اخترنا معادله في لوك اب تمام لما جينا عملنا اللي هو التيبل اري حددت انت كود العميل والبلد اول عمودين بس طب انا دلوقتي لما عاوز اطبق المعادله دي على رقم الفاتوره وقيمه الفاتوره وقيمه الخصم كلها مش هتنفع كده ليه مش تنفع ليه تفهمني ولا ما تخليك معايا كده ونجرب انا قصدي تسحبها يعني تسحب من الاول اللي هي كده يعني قصدك ايوه طب هتطلع صح يعني ما اعتقد لا طب تعالى نجرب انا هسحب كده اهو لا مش هتطلع صح يا دكتور مش هتطلع صح طب عشان الرقم الكولوم هيبقى مختلف اللي انت بتسيرش عليه اصلا لا, لا 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 انت مش فاهم انت مش فاهم هو الرقم شايفه كده بس انت مش فاهم ان هو فعلا مش صح يا عبد الرحمن طب تعالى نشوف بص يا عبد الرحمن العميل ده اهو العميل ده اهو صح تعالى كده نهايلايت عليه كده اهو هو من تبع ايجيبت صح بص رقم الفاتوره رقم تمام رقمها 161 بص هنا الرقم كام مش مظبوط طب بص هنا قيمه الفاتوره كام 50361 بص هنا الرقم كام برضه مش مظبوط انت قصدي ايه هي بس طلعت كده ماشي. لكن هي مش مظبوطه يعني طلعت لك ارقام لكن هي مش مظبوطه طب هقول عارف ليه أيوة طلعت أيوة. لي ارقام هقول لك ليه يا عبد الرحمن بص بقى لان حضرتك لما بتيجي تقف هنا كده بص لما تيجي تقف كده بص اللوك اب فاليو بقت مصر ما بقتش كود العميل ايوه ولا وخد بالك والتيبل اري اتحرك معانا احنا المفروض كنا بندور برقم العميل لحد رقم الفاتوره بص اتغير معانا تعالى بقى انت خليك انا بس اول اتنين بس يلا بقى انت يلا معاي. انت اهو خش انت معايا تمام ايكوال في لوك اب يلا اهو ايكوال في لوك اب اهو بص يا شباب قبل ما اتكلم عبد الرحمن
بالله عليكم يا شباب اقروا اقروا المعادله اقروا المعادله. احنا قلنا قبل كده الري ده يا جماعه اللي هو الرينج قصدي ده اللي هو المدى. الري ده برده مدى برده. يلا اللوك اب ايفاليو يلا قول لي معايا يا ابو رحمان. نختار لوكود العميل نقف على كود العميل. العميل بعد كده بعد كده كوما كوما التيبل اري هنحدد بقى من اول كود العميل لحد مثلا رقم الفاتوره او لحد الاخر بقى رقم الفاتوره جدع يلا تمام. بعد كده كوما كوما كل اندكس ديت دي بتكون اختارها رقم 3 عشان ده العمود الثالث 1 2 لان احنا عايزين الناتج ده يا جماعه عايزين رقم الفاتوره. يبقى نبتدي من اول كود العميل 1 البلد 2 رقم فاتوره 3 يبقى رقم 3 تمام. بعد كده بعد كده كوما كوما. بص يا جماعه اول ما تدوس كوما بيبتدي ينقلك على الـ على الـ الـ القيمه اللي بعدها. قال لك ايه بقى نضغط كوما اللي هي نختار فولس. بص بقى بدل ما تختار فولس دوس زيرو على طول دوس زيرو خلاص بدل فولس دوس زيرو تمام. يلا دوس انتر تمام. يلا تعالى بقى نبص العميل اهو لسه احنا في العميل ده برضو عشان نعمل له هايلايت اهو 715 اهو. بص الفاتوره رقم كام 704 مظبوط 92147004 92147004 اهو. يلا مين اللي جاي تاخد قيمه الفاتوره؟ حد تاني؟ انا عايز حد بقى من اللي هو قاعد كاتب عامل ميوت بس. معاك ماشي يا مصطفى. يلا مجدي يلا مجدي يلا انا معاك اهو قول لي بس اللي بتساوي في لوك اب يساوي في لوك اب اهو في لوك اب تمام. هتدوس بقى اللي هو الكود العميل كود العميل تمام. وبعدين كوما كوما التيبل اري دي هنحدد من بي لحد احنا عايزين ايه كام فاتوره لحد اي لحد الاي جدع. طيب تمام وبعدين كوما كوما طب هندوس رقم الفاتوره بقى اللي هو العمود رقم 1 2 3 4 نكتب 4 1 2 3 4 العمود رقم 4 قيمه الفاتوره 4 بعد كده وبعدين كوما كوما والزيرو بقى الفولس زيرو على طول وبعد كده نقفل الكوس وانتر. ده رقم دي القيمه بقت كام 32680 32680 بصوا يا شباب صح عشان بس انا اعرفكم احنا ليه بنبتدي الجدول بلازم بكود العميل اللي هو ده. هقول لكم ليه لان احنا هوريكم مثلا في البلد يساوي في لوك اب تمام. معلش اصل احنا يعني نوسع دي كده شويه اهي في لوك اب كود العميل اهو صح كده يا شباب وندوس كوما قصدي مش لازم كود صح معلش يا اسف في لوك اب ونروح دايسين كود العميل وندوس كوما. انتوا بقى بتقول احنا بقى بنقول ايه ان احنا لازم نبتدي بكود العميل. طب افرض بقى ابتدينا بالبلد اهو بالبلد اهو ومشينا مثلا كده واحنا عايزين البلد البلد دي رقم كام رقمها 1 صح ولا غلط شباب انتوا حد معايا حضرتك صح كده وندوس 1 مثلا 1 كوما 1 اهي لان البلد في اول الجدول 1 وندوس بعد كده ندوس 0. بصوا اللي هيحصل قال لي ان ايه احنا مش شايفين عشان هي مكرره عشان ايه معلش اقول كده ثاني عشان مكرره اكتر من مره نفس البلد يعني نفس البلد اكتر من مره مش حاجه منفرده يعني المفروض العميل مش مكرر لكن البلد مكرر. الموضوع مش كده خالص يا بدوي الموضوع ان انت بتدور غلط. لا لا على فكره خد بالك انا عايز صح اقول لك على حاجه صح انت بما انك فتحت الموضوع ده شايفين الكويت دي الكويت الكويت كويت 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 لما اجي اعمل في لوك اب ببلد الكويت هيجيب لي اني نتيجه تتوقعوا ايه؟ لا اول نتيجه ولا اول نتيجه فوق. اول نتيجه فوق تمام اول والتاني نتيجه نعم في برضو التاني نتيجه برضو الكويت ايوه انا قصدي لو انا بدور بدوله الكويت هيجيب لي النتيجه دي بس اول واحده لو انا بدور ما في مصر ومصر لو انا دورت بمصر هيجيب لي اول نتيجه دي فاهميني هي الموضوع مش كده يا بدوي الموضوع ان انت بتدور غلط لان انا بدور بكود العميل وفي نفس الوقت كود العميل مش مظلله معايا وكمان لازم يكون بدايته بدايه الجدول انا ابتديت الجدول هنا. طب اقول لك على حاجه حلوه لو انا خدت كود العميل ده كده كوبي وحطيته مثلا هنا مثلا نفترض هنا معايا انتوا معايا صح انا عايزكم كده معايا ايوه كده فاهمين ايوه ما حضرتك يا دكتور وفي لوك اب اهو ودورنا باول الكود العميل والمفروض ان البلد اهي واخش كده مثلا وكود يا عم هظلل على كود العميل وكود العميل اهو في الجي اهي
تمام، ودوست كوما، وده عايز الجدول البلد ادوس واحد وبعد كده ادوس زيرو. قال لي برضو غلط غلط، لازم اللي انا بدور بيه لازم يكون في بداية الجدول. خلاص كده يا شباب، دي كده قاعدة. تمام كده يا شباب ولا لا؟ تاني كده الحتة دي بعد اذنك ممكن تقولها تاني؟ بص يا ستي، بص بص يا جماعة، دلوقتي احنا دلوقتي بندور وليكن بالبلد، احنا عايزين قصدي نتيجة البلد، بس بندور بكود العميل. كود العميل اهو موجود اهو عادي اهو، لو دوسنا يساوي وفي لوك اب ودورنا بكود العميل، بس ابتدينا هنا بالبلد اهو، ابتدينا في الجدول اللي احنا بندور بيه بالبلد، وكود العميل موجود جواه مش هيقرا اهو، واحد وبعد كده زيرو ونقفل الكوس مش هيقرا. طب تعالوا نجيبها بطريقه تانية، انا عايز نتيجه البلد، البلد اهي، وندوس يساوي في لوك اب وندور بكود العميل، بس كود العميل انا هبتدي من هنا، من اول هنا كده وارجع لحد البلد، صح كده؟ البلد دي رقمها كام يا جماعه؟ خمسة. صح، خمسة، ادي خمسة وادي زيرو ونقفل الكوس. غلط ليه؟ لان انا قلت لكم من الاول ان الفي لوك اب بتمشي من اول الشمال لليمين، ما بترجعش. فهمتوا ولا لا؟ لو انا عملت صح مش عربي. نعم، لو انا ماشي الشيت من الشمال لليمين للشمال كده تظبط معايا. الشمال لليمين انت بتمشي كده، الشمال لليمين، لو انت من اليمين للشمال تبتدي تمشي كده. انا الجدول، ما انا بقول لحضرتك لو الشيت معكوس، لو الشيت معكوس من اليمين للشمال كان هيبقى المعادله دي صح. اهو يلا اهو اهو الشيت معكوس اهو، ده من اليمين، فاليمين هيمشي ناحيه الشمال مش هيرجع كده يا ابو واحد. فهمت ولا لسه؟ معلش انا دكتور، بص يا عبد الواحد، احنا دلوقتي الجدول هو من اليمين، تمام، فالمفروض من اليمين يمشي ناحيه الشمال، صح ولا غلط؟ تمام، فمش هيرجع كده، مش هيرجع من اليمين لليمين، مش هيرجع من الشمال لليمين. طيب الفيصل، الفيصل مكان العمود اللي انا بستخدمه في البحث. ايوه يا جماعه، اهو بص اهو، مش احنا دلوقتي في اليمين، صح ولا غلط؟ صح. تمام، عارفين في فيديو كده موجود لواحده سودانيه تقول بتلاقيه وفيه بيو، عارفين الحاجات دي؟ انا زي ما انا بقول بحكي لكم دلوقتي اللي هو ايه، في لوك اب، احنا بندور فين؟ بندور بكود العميل اللي هو ده، اللي هو ده. يبقى هنبتدي نمشي ازاي؟ نمشي كده صح كده يا جماعه، اهو من اول هنا كده لحد هنروح نجيب البلد، صح ولا غلط؟ البلد رقمها كام؟ 2. لا البلد رقم 5. 5 يا دكتور، 5. 5 اهي، وبعد كده زيرو ونقفل الكوس، صح، دوس انتر. غلط برضو. ليه يا شباب؟ لو انت في اليمين تمشي ناحيه الشمال، لو انت في الشمال تمشي ناحيه اليمين. الجدول ده الكود العميل ده المفروض يبقى هنا وقدامه كل البيانات هنا. فهمتوا ولا لسه؟ يعني اقصد حضرتك يعني يا دكتور على حسب طبيعه ورقه العمل بتاعتي، مش حته ورقه العمل برضو، حته ان انت ما يبقاش كود العميل ناحيه ممكن صح على حسب ورقه العمل، صح بالظبط. يعني قصدي يعني لو الورقه، انا قصدي لو الورقه من اليمين للشمال يبقى لازم لما اجي احدد الجدول برضو ابدا من اليمين للشمال، لو الورقه بتبدا من الشمال يبقى لما اجي احدد الشمال. ايوه، مش من الشمال لليمين. بصوا يا جماعه، انتوا دلوقتي لما اجي ادور في الجدول بدور في الجدول ازاي؟ بمشي كده من ناحيه الشمال لليمين، صح؟ غلط، ما ينفعش. انت دلوقتي ناحيه اليمين، انت دلوقتي الجدول بتاعك اهو، التيبل التابات اهي ناحيه اليمين، يبقى تمشي من اول هنا كده لحد كده. طب دلوقتي لو انت ناحيه الشمال زي كده مثلا، يبقى تمشي من اول هنا لحد كده، ما تجيش بقى عند كود العميل وتقول لي انا هرجع لورا تاني، لا. فهمت ولا لا؟ يا هو انا اللي فهمت من حضرتك ان المفروض الحاجه الفريده اللي مفيش حد بيشاركني فيها تكون اول حاجه في الجدول، صح كده؟ تكون اول حاجه في الجدول، وتبقى ما هو ده برضو يعتبر هنا اول حاجه برضو في الجدول، ما هي دي برضو الفكره، فاهمه؟ ايوه فاهم حضرتك. بصوا يا شباب، ثواني انا هفتح كده كاميرا عشان انا مش حاسس ان انتم مش فاهميني. انا هقفل كده ستوب شير، هفتح كده الكاميرا. كنتوا شايفيني كده كويس يا شباب؟ الو؟ اهو شايفينك تمام. بصوا يا شباب، دلوقتي الكود ده، كود العميل ده، احنا دلوقتي ناحيه الشمال، فالمفروض واحنا في الشمال نمشي ناحيه اليمين كده، صح؟ المفروض كده. الكود ده احنا لحد الان احنا دلوقتي في ناحيه الشمال اهو،
خلينا ناحية الشمال تمام. الكود ده اهو تمام. فاحنا عايزين نجيب القيم اللي قبليه، يبقى هنرجع ناحية الشمال كده. مش المفروض ان الفي لوك اب تمشي ناحية اليمين. دلوقتي لما احنا نكون عايزين القيم الفريق، القيم اللي احنا عايزينها زي رقم الفطور او البلد، هنرجع ناحية الشمال، ودي غلط مش تنفع. انت سامعني صح؟ تمام حضرتك. تمام حضرتك. الموضوع معقد شويه، معلش انا اسف. لا خالص. بص يا شباب، لا تمام، انا بس عايز اوصل لكم حاجه. انت دلوقتي في الشيت اغلبيه الشيتات دلوقتي مثلا ناحيه الشمال، فانت دلوقتي لما تكون عايز نتيجه، النتيجه تكون ناحيه الشمال ماشي ناحيه اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم كده ناحيه اليمين. طب مظبوط تمام كده ناحيه اليمين اهو، زي ما احنا كده ماشيين كده تمام كده صح، زي ما احنا ماشيين كده، زي ما احنا ماشيين كده. طب دلوقتي كود العميل اهو، كود العميل اهو، فالمفروض هنرجع تاني كده. لا مش هينفع ترجع، فهمت قصدي ايه؟ فالعمود ده كان محطوط كده كايه، كخدعه. احنا المفروض نبقى ماشيين كده من اول كود العميل لحد هنا كده، ماشيين كده خلاص كده. نقدر نفهم برضو يا مستر من الاي والبي والسي ودي ما ينفعش تجيبها من الدي للاي، لازم تاخدها ترتيب ابجدي. الله ينور عليك، صح هو ده. انت بدوي ولا مين ولا مجدي؟ انا مستر مجدي والله. ايوه هو ده بالظبط. عمالين صح نهري كتير ليه كده راجل؟ والله خلصها لكم. يعني ما ينفعش نرجع لورا بس كده. خلاص كده يا شباب، يعني المفروض نمشي من الاي بي سي دي، ما ينفعش من الاي دي سي بي. الله ينور كده. فهمتوها ولا لسه يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. يعني كده اعتقد، والله مش بهزر، كده اعتقد بنسبه كبيره ان هي اتفهمت. احنا المفروض نبقى ماشيين، لا والله تمام، لو احنا ماشيين من ناحيه الشمال يبقى اي بي سي دي، ما ينفعش ترجع لدي سي بي اي، بس كده. الله يبارك لك يا مجدي، يعني ايه سهولتها في سهولتها في صعوبتها. شكرا شكرا شكرا. صعوبتها في سهولتها، صعوبتها في سهولتها، شكرا. بس كده كده نبتدي بقى نقفل بقى الكاميرا اهو، نقفل كده اهو، وبسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب كده احنا نجيب بقى البلد بقى، يبقى في لوك اب. انا همشيها بسرعه، ايزي دي وندور بده في البلد، ده رقم 2 وبعد كده 0 وبعد كده اقفل. لا بس كده اجابه البلد. قيمه الخصم انا ابتديها انا يا جماعه عشان ايه نمشي على طول. في لوك اب اهي، هدور بكود العميل كوما واروح لحد ده رقم 5 وبعد كده فولس او 0 ونقفل. بس كده كده احنا نخلي دي. بصوا شايفين قيمه الخصم عامله ازاي؟ 7 من 100 في 7 او 7%. دي نعملها ايه؟ نروح جايين هنا كده برسنتج، ودي عشان نفصل الرقم ده نيجي هنا في الكوما ونفصلها ونقفل البتاع ده. بس كده كده الرقم بقى مظبوط. طب دلوقتي يا شباب لو انا عايز ال دي، هناخد ده كده كوما كومي هكذا كده بيست سبيشال. بصوا الارقام اتغيرت، كان 7% بقى دلوقتي بقت 4% كده. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام يا دكتور. كده 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 انتوا تمام. الله ينور عليا ولا ايه ولا لا كده 10 على 10؟ لا لا والله الله ينور على حضرتك. بص بقى عشان اللي جاي ده، بقى اللي جاي ده محتاج تركيز عشان خاطري. معلش كده انا هعمل ستوب شير كده ونبتدي نتكلم كده راجل راجل كده. بصوا يا شباب عشان بس نبقى، اي لغه برمجه في الدنيا، اي لغه برمجه خلقها ربنا بتبقى مكونه لازم يبقى فيها حاجه اسمها قاعده اف. اف دي يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا مثلا بكلم عبد الواحد هقول له طب لو انت كلمت عبد الواحد اديني اوكي، طب لو ما كلمتش عبد الواحد او لو اللي قدامي ده ما طلعش عبد الواحد وهكذا. لو وريته صوره مثلا، او وريت مثلا الجهاز مثلا صوره وواحد لابس مثلا كمام، بقول له لو لابس لي كمامه اديني عليه ان هو تمام. طب لو مش لابس، هي دي بقى المشكله، ان هو لو مش لابس دي. يعني الفكره في قواعد البرمجه ان انت بيبقى عندك فكره ان انت لازم تدي احتمالات لو ما حصلتش الحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا بقول له ايه لو الناتج لو ناتج المجموع اللي انت شايفه ده طلع 10، قول لي ان الراجل ده مثلا تمام. طب لو ما طلعش 10، فهمت قصدي ولا لسه؟ تمام يا دكتور. تمام يعني لو الحاجه دي حصلت تمام حضرتك يا دكتور. طبعا تمام، هي دي الفكره. الفكره ان احنا
مثلا مثلا في الجامعه مثلا، حد لسه في الجامعه، حد بيدرس معانا في الجامعه هنا؟ هو انا لا. مثلا في الجامعه مثلا بيقول لك ايه، لا قدر الله طبعا بعيد عن الشر يعني، بيقول لك ايه، لو واحد شال مادتين اكتب لي قدامه اللي هو راسب. طب لو شال ماده يبقى ناجح، طب لو ما شالش خالص يبقى ناجح. فهمت قصدي ايه؟ ان انت لازم تدي احتمالات للي بيحصل. يعني مثلا يقول لك مثلا ايه، المدير مثلا قال لك ايه، بكره تكلم استاذ فلان الفلاني وتعرض عليه الصفقه كذا كذا كذا، وهو هيرضى. طب وانت تقول له طب ولو ما رضاش هنعمل ايه؟ هي دي الفكره. ده اللي جاي احكيه لكم دلوقتي. على فكره يا جماعه اللي انا بقوله لكم ده صدقوني لو ذاكرتوه صح هيفرق في شغلكم جدا. الناس اللي شغاله دلوقتي حالا زي عبد الواحد وزي بدوي والناس اللي انا بتكلم معاها دلوقتي، صدقوني صدقوني الحاجات دي لو انتوا طبقتوها في شغلكم هتسهل عليكم، هتبقوا مرتاحين جدا. فيلا بينا، يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. نعمل ستوب دي كده ونبتدي نعمل شير لبرضو نفس البتاع ده. بصوا شباب، دي مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نبتديها كده عشان اوريها لكم. وليكن ده مثلا انا اسمي مثلا محمد، تمام؟ فبقول له ايه، وعندي مثلا 32 سنه مثلا، تمام اهو. فراح قايل له مثلا ايه، اف اي. بصوا عباره عن ثلاث خطوات. اللوجيكال تيست دي اللي هي ايه؟ اللوجيكال تيست، لوجيكال الشرط الاساسي اللي هو الاساس الرئيسي. الله ينور عليك. اللوجيكال تيست، الشرط، تمام اهي. وبعد كده لو ترو، لو الشرط اتحقق، فولس لو الشرط ما اتحققش. بصوا بسيطه جدا وسهله جدا. فانا بقول له ايه، بيساوي اف. بقول له ايه، لو اللوجيكال تيست دي، لو الخليه دي بتساوي 32 كوما، اهي نقلنا ايه، ترو. يعني ايه يا جماعه؟ الو، صحيح يعني صح. لو الشرط اتحقق، لا لو الشرط اتحقق اهي، تمام كده. لو الشرط اتحقق قول لي مثلا يس. والكلام يا جماعه الكتابه بتتحط ما بين كوتيشن، يعني اي كتابه بتتحط ما بين اتنين علامتين تنصيص، تمام تمام. طب كوما، طب لو الشرط ما اتحققش، ها؟ الو، فولس. نو ندوس انتر. قال لي يس، قال لي الرقم ده 32 فعلا، تمام. انتوا فاهمين كده ولا يا شباب؟ فاهمين والله يا دكتور. حطيت له الشرط، بقول له ان الشرط ده، بقول له هل الخليه دي بتساوي رقم 32؟ لو الخليه اتحققت قول لي يس، لو الخليه ما اتحققتش قول لي نو. قال لي نو. طب لو قلت له هنا 40 هيقول لي نو. طب لو قلت له مثلا 32 ونص نو برضو، لان ما بتساويش 32. فاهمين اللي انا قلته ولا لا يا شباب؟ ايوه تمام. تمام والله يا دكتور. كده الكلام كده واضح؟ ايوه فاهمين حضرتك. عشان اللي جاي هيبقى ان شاء الله خير يعني. فركزوا معايا. خلاص؟ طب تعالوا نعملها مثلا بطريقه ثانيه مثلا. تعالى نمسح دي كده ونقول له مثلا اف. هقول له بقف له كده، بصوا يا جماعه اللوجيكال تيست دي اللي بقول له، هل بدوس كده الخليه اهي، هل الخليه دي بتساوي كلمه مريم؟ سامعين ولا شايفين اللي انا بقوله صح؟ ايوه شايفين. تمام يا دكتور. الكتابه ما بين اتنين كوتيشن يا جماعه، ما بين علامتين تنصيص. اي كتابه، اسم، حرف، اي حاجه لازم تتحط ما بين علامتين تنصيص. بقول له ايه، هل الخليه دي بتساوي كلمه مريم؟ تسكمه. طب لو الشرط اتحقق قول لي يس. طب لو الشرط ما اتحققش اللي هو فاليو اف فولس دي، اللي هي فولس دي، اقول له نو. نروح دايسين كوما، دوس انتر. قال لي نو، دي ما اسمهاش مريم. قال لي الخليه دي ما فيهاش مريم. قلت له طب لو انا خليتها مريم اهي، هيقول لي يس. انتوا كده كده كلام واضح صح كده يا شباب؟ تمام.
تمام. طب تعالى تمام. طب تعالى بقى نبتدي اخدكم كده في حته كده معايا. يلا بسم الله. كنتوا معايا يا جماعه؟ يلا انا اوريكم دلوقتي. انا اوريكم دلوقتي مثال حي من اللي بيحصل في المدارس والجامعات. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شباب بيقول لي بقى، بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك ايه؟ احسب نتيجة كل طالب علما بأنه يكون ناجح إذا كانت درجة أكبر من أو يساوي 300. يعني 300 يكون ناجح، ويكون راسب إذا كان أقل من ذلك، ويكون راسب إذا كان أقل من 300. يعني من أول 300 هو ناجح. طب أقل من 300 راسب، هيبقى راسب. راسب صح كده؟ تمام. تعال طب نحسب النتيجة. ها حد هيساعدني ولا انا ابتدي اخش انا بدماغي ولا ايه؟ لا ما حضرتك يا دكتور، ما حضرتك يا دكتور، حد يدخل معايا. انا قلت قبل بدا يا دكتور ما حضرتك. ماشي يا عم. ماشي هندوس اف اي. احنا اول حاجه نقول اذا كان ناجح او راسب، هو ده اللي احنا عايزينه. تمام. يساوي اف، هنقول له ايه؟ هنقول له اب واحد. هنقول له اللوجيكال تيست تبقى اللي هو ال 550 دي. ايوه نقول له نقف كده على ال 550، نقول له هل دي تمام. اقل من اقل من 300 او تساوي، لا اقل من بس. طب ليه مش اقل من او تساوي؟ احنا قايلين يا جماعه البتاع اذا كان اقل من 300، ما قالش يساوي، ما قالش 300 ده ان هو راسب. يعني 299 بالظبط ناجح. 10 ده راسب. اه تمام يا دكتور. لا لا انا خدت على اللي فوق بس، انا ما بصيتش على اخر اخر حاجه في الجدول تحت. بص يا شباب انا بحسبها على اللي فوق دي بس يا دكتور. تمام مع حضرتك. ممكن تعملها كده برضو، اذا ممكن تقول له ايه؟ اكبر من او يساوي 300، يعني من اول 300 في من فوق. ده افتكر كده. اه انا فهمت 300 راسب، معلش انا فهمتها مع كلمه راسب. طب اقول لك على حاجه. لا تمام كده انا هعملها. بقول لك ايه يا علي؟ بقول لك يا ابو واحد انا هعملها دي. هقول لك ليه؟ نعم. بص ركز وانا اقول. هقول له هل الخليه دي اقل من 300؟ طب لو الشرط، لو الـ لو الـ لو الشرط اتحقق هنقول له ايه؟ راسب صح، لانه اقل من 300 صح. راسب اهي، راسب اهي. لازم الكتابه يا جماعه تبقى ما بين اتنين كوتيشن شيفت، اللي هي علامتين التنصيص اللي جنب الانتر. تمام. قلت له تمام يا دكتور. بقول له لو اقل من 300 لو الشرط اتحقق قول له راسب. طب لو لا، طب لو الشرط ما اتحققش هيبقى ناجح. يبقى ناجح بالظبط كده. ايوه ما فيهاش غيرها يا جماعه، لا ده لا ده، يبقى ناجح. اه انا عكست يعني كده، عكسنا الموضوع. بدل ما نبدا من الاعلى بدانا من الاقل. مش فارقه، مش فارقه ده او ده، ندوس انتر ونسحب السحبه دي. تمام تحت. تمام يا دكتور. بص ده 296 راسب، 293 راسب، 300 300 300 كلهم ناجحين. طب عندي سؤال. اتفضل. لو الرقم في المجموع 300، تعال نجرب اهو 300 ناجح. طب ليه مش المفروض اعمل اكبر من او يساوي عشان تطلع صح، ولا انا فاهم غلط؟ يا عم علي ما احنا بنقول اهو يكون راسب اذا كان اقل من 300. اه ما هو يعني 300 يا علي، يعني لو واحد جايب 299 و9 من 10 برضه راسب. يعني تمشي ان انا في المعادله لما اجي اعملها اعمل اصغر من ال 300 راسب. ده لازم يا علي، ده لازم. فما عدا ذلك يبقى ناجح. ايوه بالظبط كده يا علي، ايوه كده. طيب تمام كده يا رجاله. تمام كده دينا. السلام عليكم. انتوا معايا؟ تمام مع حضرتك. ماشي يعني كده قاعده اف يبقى فاري عايش. انا بس معلش عشان كنت فاهمها كده ستاندر، فايه انا فاهم ان انا ابدا باللي ناجح اشوف درجته بعد كده اللي ما كانش. ما هو تمام يا ابو واحد، ودانك منين؟ هي دي الفكره. اه بالظبط. مش فارق يا ابو واحد اكبر من او تمام 300 او اقل من 300، تعكس بس النتيجتين خلاص كده. اه تمام تمام صح. ماشي يا دكتور. بص بقى عشان اللي جاي ده ايه وجع قلبه والله. بص يا شباب التقدير مش هيجيب ايه؟ ده مش هيجيب التقدير، خسرنا كتير. بص يا شباب دلوقتي قال لنا ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300. بسم الله الرحمن الرحيم كده.
يكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، يعني من اول 300 فما فوق، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350، يعني من اول 300 ل 349 ده مقبول، صح ولا غلط؟ صح. ومن اول 350 لحد 449 جيد جيد، ومن اول 450 لحد 549 جيد جدا، ومن اول 550 فيما فوق امتياز، صح اللي انا بقوله ولا غلط؟ تمام يا دكتور. بص بقى يا جماعه عشان اللي جاي ده وجع قلب، فخلوا بالكم بالله عليكم عشان اي غلط هضرب في المليان. بص اهو بقى، تعالى بقى نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا كده يا رب يقدرنا على اللي احنا هنعمله. بص بنفتح دي كده اف، انتوا تفهموا بس الفكره وخلاص. اللوجيكال تيست الاولاني هنقول ايه؟ هنقول اذا كان لو ده اقل من 300 اذا ايه؟ راسب. مقبول. لا اقل من 300 ايه؟ اقل من 300 راسب. اه حضرتك عاملها اقل من، ماشي تمام، اقل من 300 دي كده راسب تمام. طب لو لا افتح اف تاني، افتح اف جديد اهو، افتح اف تانية، ركزوا يا جماعه عشان دي كذا اف في بعض، دي اسمها حاجه اسمها كومبلكس اف او اف كومبلكس اللي هي اف المركبه، ان انتوا بتضغطوا كذا اف في بعض، تمام كده يا شباب؟ طب لا احنا قلنا اللي اقل من 300 فهو كده راسب، اقل من 300 فهو راسب، شايفين كده يا شباب ولا لا؟ اهي تمام. واذا كان اقل من 350 يكون مقبول. بصوا يا شباب احنا قلنا ايه؟ اللي اقل من 300 راسب، يبقى كده الناتج اللي بعديه ايه؟ اللي اكبر من 300 بقى، ما احنا حطينا له التست يا جماعه، حطينا له الشرط، قلنا له ايه؟ اللي اقل من 300 فكده هو سقط، فكده هيبقى اللي فاضل ايه؟ اللي فوق ال 300، صح ولا غلط ولا ايه؟ تمام صح، اقل من 350 يبقى مقبول بالظبط كده، يبقى بالظبط اهو. يبقى اذا دي لو دي اقل من 350 هتبقى مقبول، مقبول. طب لو لا افتح اف تاني، هنفتح اف تاني، هيبقى ايه بقى؟ اللي اقل من كام؟ من 450. اقل من 450 جيد جيد. لو دي اقل من 450 هتكون تكون جيد. طب لو لا هنفتح افتح اف تاني، نفتح اف تانية، ولو اقول له لو دي اقل لو اقل من 550 يبقى جيد جدا، 550 هتكون جيد جدا. طب لو هنفتح اف تاني، افتح اف تاني، لا كده لا اف تانية، لا 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 لا، ما احنا قلنا يا جماعه الاقل من 350 كده مش فاضل، مش فاضل غير شرط واحد بالظبط كده، لو ما كانش ولا واحده من دول يبقى امتياز، يبقى امتياز جدع، العبد لله، العبد لله، شكرا يا دكتور. امتياز امتياز اهو امتياز. ونقفل الكوز بقى. بصوا بقى ركزوا بقى في اللي انا هعمله ده. بصوا احنا في عندنا اكتر من اف مفتوحه اهي. الاقواس لما تيجي تقفلها تقفلها ازاي؟ تقفل كده اول قوس، هتلاقي على عدد الاقواس اللي انا فتحتها. لا 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 انت بص على اخر قوس ده، بص على القوس الاخير في بالالوان يا دكتور، اخر القوس الاساسي بالاسود، يبقى انا هفضل امشي لحد ما اوصل للاسود، لحد ما يسود اهو، واحد اثنين بالظبط كده، اسود كده كده خلاص، لحد ما يسود والله في مصر عايزين نسافر. ولا انا غلطان؟ بتقول ايه؟ امتياز حضرتك يا اسود في مصر عايزين نسافر. حاضر حاضر حاضر، انا اسف انا اسف، هي فعلا اصل معلش انا اسف اهو. امتياز، يلا بينا بقى ونسحب السحبه كده ونعمل تيست بقى كلنا مع بعضينا. بسم الله، ده 300 يعني ايه؟ مقبول، ما احنا قايلين ال 300 مقبول. واحد امتياز بقى يا دكتور. نعم، عدل لنا رقم حتى يبان ان واحد لازم نعمل تيست امتياز من المقبولين دول. بص يا جماعه احنا قلنا 300 كده ايه؟ مقبول. ماشي يا دكتور. طب ومن 300 ل 349 جيد، فين الجيد هنا؟ الجيد هنا 300، ايه ده؟ لا 300 من 300 ل 349 مقبول، قصدي فين؟ ده 368 جيد فوق 350. ايوه بالظبط. بصوا يا جماعه طب بقول لكم تعالوا نمسك واحد ده بس كده نقعد نلعب فيه كده ونجرب. 300 يعني كده مقبول. طب 349
هيفضل لسه مقبول لانه اقل من 350. طب نبتدي نكتب 350، قلب جيد اهو، شايفين يا جماعه اللي انا بكتب فيه اهو، تمام كده يا شباب، قلب جيد. طب من 350 ل 450، طب تعالى نكتب كده 449 لسه جيد لان ما عداش 450، صح ولا غلط؟ ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450. احنا لحد الان في كام؟ 449. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ معاك يا دكتور كلها دكتور. الموضوع يعني معقد ولا الدنيا ماشيه ولا ايه؟ لا الدنيا ماشيه. لا والله ممتاز. طب تمام، لو كتبنا 450 اللي هيحصل 450 قلبت جيد جدا اهي. جيد جدا. طب تعالوا بقى نكتب هنا 549. 549 لسه جيد جدا لان احنا لسه ما عدناش ال 550. طب تعالى نكتب بقى 550 امتياز. طب تعالى نكتب هنا 1000 امتياز لان احنا قايلين ايه؟ واذا كان والتقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550. احنا كده عدينا ال 550. الو السلام عليكم. تمام يا دكتور مع حضرتك. طب رد عليا بالله عليكم. احنا بنركز بس مش اكتر والله. عندي اتفضل. لا بقول لحضرتك احنا بنركز. حبيبي اتفضل من عنده سؤال اتفضل. الاقواس دي حضرتك عملتها ازاي كتير كده؟ بص يا عم علي، احنا هنمسح كل الاقواس دي اهي. خلاص؟ بص على الكوس الاخير ده، الكوس الاخير ده لونه اسود، يعني لحد ما يسود. خلاص؟ معايا يا عم علي؟ يلا نقفل الاكواس، يلا نقفل الاكواس. ادي اهو 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 اهو، شوف خدت بالك اسود ازاي ده؟ بص على الكوس ده يا علي، بص على الكوس ده يا علي. بس ايه عشان انا مش عارف. علي بص على الكوس الاولاني ده، بص عليه كده. لا خلي عينيك عليه، اعمل كده زوم لو انت بتبص من الموبايل او بتبص من الجهاز، اعمل زوم كده عليه. تمام خلاص. انا هقعد اعمل كوس 2 3 4، شوف خدت بالك اسود ازاي؟ طب ممكن يا دكتور على عدد الدوال اللي انا عملتها؟ انا عملت اربع مرات استخدمت عدد الدوال، مش لازم ابص على عدد الدوال. اهو بص اهو، بص كده. يعني انا افضل اعمل اكواس لغايه لما هو لونه يتغير. خدت انت بالك من الكوس اهو؟ اهو ايوه كده اتغير اهو. كده اتغير اهو. مع حضرتك يا فندم اتفضل. خلاص يعني انت كده فهمت بقى الكوس؟ تقعد تعمل اكواس تقفلها لحد ما ايه؟ لغايه لما لونه يغمق كده. بس كده خلاص كده. جزاك الله خير. شكرا كده. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. الله يبارك لكم. بصوا بقى يا شباب بقى، احنا ممكن بقى نعمل حركه حلوه جدا. تمام؟ احنا ممكن ندخل اكتر من معادله جوه اف. فاهمين ولا لسه؟ تمام يا حضرتك. تعالى الاول مثلا، احنا ايه المعادلات اللي احنا شرحناها الاسبوع اللي فات؟ حد فاكرها ولا لا؟ اخدنا الافريج مين؟ خدنا ايه؟ الو انتوا معايا؟ يا دكتور مع حضرتك. طب قولوا لي كده، يعني اللي احنا ايه من المعادلات اللي هو صم، خدنا الكاونت، خدنا الكاونت اف، صح ولا غلط شباب؟ تمام يا دكتور. لا انا عايز الناس اللي كانت بتتكلم. دنيا صح؟ دنيا والناس اللي كانت بتتكلم تاني. ايوه صح. صح كده؟ تمام. احنا ممكن بقى نعمل حركه حلوه جدا. نقول له ايه بقى؟ اف لو ده بيساوي، صح كده يا شباب ولا لا؟ ناجح. لو ده بيساوي ناجح، اذا الشرط هو لو اتحقق اعمل لي كاونت كاونت ايه قصدي؟ لكل المواد بتاعته. اهي نعمل كده كاونت على الحاجات دي كلها ونروح قافلين القوس. طب لو الشرط ما اتحققش، لو الشرط ما اتحققش اكتب لي ان هو راسب ونقفل القوس. حد فاهم انا عملت ايه ولا لا؟
لا ممكن تاني لو سمحت. بص يا شباب، انا قبل ما ادوس انتر بقول له ايه، لو الخليه دي لو النتيجه مكتوب فيها ناجح عد لي كم ماده هو نجح فيهم، كم ماده بس. الو تمام يا دكتور، تمام. كاونت ايه يا جماعه؟ كاونت عد لي بس، عد لي تمام. عد لي. طب لو هو مش ناجح اساسا، يعني لو الشرط ده اساسا طلع مش ناجح، اكتب لي ان هو راسب. ما هو يا راسب يا ناجح، صح؟ يعني لو نجح في كذا ماده مثلا وصاعد في ماده واحده اكتب له ان هو راسب. ده اللي انا فهمته كده. لا 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 مش كده، انت فهمتها. لا 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 غلط. هو بيقول لو هو نجح مثلا هيقول كم ماده نجح فيها، لو راسب بقى يكتب راسب بس كده. هو راسب يا جماعه، مش محتاج اعد المواد. ايوه هدوس انتر، هدوس انتر ونشوف ولا لا، نجرب ولا ايه؟ ماشي يا دكتور. يلا تمام. اهو انتر اهو، ونسحب لتحت كده اهو. ما هو راسب اهو، يعني راسب بيقول اللي هو نجح في كله ما عدا دي. طب انا اقول لك بقى على حاجه بقى حلوه بقى يا ستي، ايه رايكم نعمل حاجه تانية؟ نقول له انا عايز اعرف ايه المواد اللي نجح فيها فوق 90% او فوق 90 درجه او فوق 70 درجه، ايه رايكم؟ تمام حلوه دي يا ابو واحد. مع حضرتك. لا الموضوع، الموضوع فيه تعقيد وفيه حاجات حلوه كده، في حاجات. بص لا مع حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. لا كتر الف خيرك. يساوي اف اهي، بقول له ايه بقى؟ بقول له اف لو دي بتساوي كلمه ناجح اعمل لي كاونت اف. اف فاكرين كاونت اف دي كانت بتعمل ايه ولا لا؟ نكتب اكتر من شرط، شرط ولا كاونت اف دي شرط واحد بس. بنقول له انا عايز، بص بقى الرينج ده، الرينج ده اللي هو ايه يا شباب؟ المجموع المواد، المدى اللي المدى 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 المدى. بقول له دور المواد المدى اللي هو اجمال المواد اللي هو نجح فيها. اقول له ايه؟ اقول له دور لي في المدى ده كده، او ده الرينج اهو، بعد كده كوما. الكرايتيريا انت بتدور على ايه؟ فاكرين الكرايتيريا دي؟ هنروح اقول له ايه؟ اقول له بص بقى يا عم الحاج، كوما قصدي كوتيشن اللي اكبر من 70. انا بقول له دور لي في المواد دي اللي عدى اللي هو درجه ال 70، وبعد كده نقفل القوس كده. احنا لسه في الشرط اللي هو اتحقق. طب لو الشرط ما اتحقق، بصوا حتى لما دوست على الشرط، بص جاب لي عدد 6 اهو. حد خد باله من 6 دي؟ 6 اللي فوق دي حد خد باله منها ولا لا؟ انا اخدت بالي منها، لان كلهم معديين رقم ال 70، يعني 70 درجه، يعني تسعينات كلهم، 90 90 90. فاهمين قصدي ولا لا؟ اه تمام. طب لو الشرط ما اتحققش اقول له راسب ونقفل. لا 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 نقفل، معلش انا دوست غلط. نقفل، نقفل القوس كده. خدت بالك يا علي؟ بص كده على الجدول، على الـ على الـ على الـ على القوس ده. سامعني يا علي ولا لا؟ انا مع حضرتك. بص كده، بص على الـ على القوس ده كده، اول ما ادوس كده اقفل دي كده هتلاقيه اسود كده شويه اهو. اهو خدت بالك من السودان ده؟ خطفه كده بس بسيطه. تمام. ندوس انتر ونروح ساحبين دي لتحت. خدتوا بالكم بقى ايه الارقام دي؟ ايوان الارقام اختلفت، صح ولا غلط شباب؟ صح، لان احنا لما احنا قلنا كاونت ايه بس جاب لي ان هو ناجح في الست مواد، لكن انا حطيت له شرط في الكاونت اف قلت له انا عايز اللي عدى 70 درجه. فبصوا واحد اهي، بصوا لقى ان كلهم اللي عدى فوق ال 70 درجه 88 اهي بس. انا قلت له 70 فوق ال 70، انا قلت له فوق ال 70، ما قلتلوش اكبر من او يساوي ال 70. انا قلت له فوق ال 70، يعني 88 درجه دي اكبر من 70. هنا واحد اهي، لا ان 88 درجه برضو اكبر من 70. ايه ده؟ زيرو ده، ما فيش حد جايب 70 خالص، يعني مفيش حد جايب اكبر من 70، كلهم 70 فيما اقل. فاهمين قصدي ولا لا يا شباب؟ اه تمام. انا قصدي يا شباب، انا قصدي ان انت تقدر تدخل جوه معادله اف كذا معادله تانية. طب ايه رايكم ندخل معادله تانية؟ ايه رايكم؟
ماشي تمام. ينفع ندخل معادله الافريج؟ الله عليك والله انت بنت حلال. تعال نشوف الافريج. حد يعرف يا جماعه الافريج ده يعني ان احنا ال يعني بنجيب متوسط بتاع الارقام. ايوه المتوسط بتاعه بالظبط. المتوسط بتاعه. طب حد يعرف المتوسط ده بتحسب ازاي ولا لا؟ مجموع الاعداد على عددهم على عددهم بالظبط. اه تمام. طب الافرج دي بقى بتحسب لك المعادله على طول يا شباب. بص يا شباب بقى تعالوا بقى نبص كده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول له بسم الله اف. طب بقول لك ايه بقى يا ستي، مين اللي معايا؟ مين اللي كان بيتكلم معايا؟ انا. ايه اسمك؟ ما مش شايف الاسامي. تسنيم. احنا نعمل بقى معادلتين جوه اف بقى مش معادله واحده. ايه رايك يا ستي؟ تمام ماشي. ولا اقول لك احنا نعمل ثلاث ثلاث معادلات مش معادله واحده. تعالي نجرب. يلا يا ستي ماشي. يلا ماشي. احنا بنقول ايه؟ تعالي اهو. مش هو قايل هنا ان اللي اقل من 300 بيكون راسب؟ تمام. يبقى هنقول له ايه؟ اف صم. عارفين صم دي ولا لا يا شباب؟ يا ابو واحد انت معايا ولا مش معايا؟ لا ما حضرتك يا دكتور. طب انت شايف انا بعمل ايه؟ تمام. معلش كان فصل عنده لسه داخل. اه يعني ما تقعدش تتكلم مع بدوي، بس اسمع بس اللقطه اللي جايه دي حلوه قوي. خالص خالص والله. الموضوع هيعجبك قوي والله. بص بص يا ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. مع حضرتك. بص يا شباب بنقول اف صم، بنقول له المجموع ده كده صح كده يا شباب ولا لا؟ احنا لحد الان كده احنا تمام. تمام. بنقول له المجموع ده ونقفل الكوس. لو اقل من 300 ايه؟ راسب؟ لا انا مش عايز راسب بقى. انا مش عايز راسب. انا عايز هقول لك ليه. احنا قايلين ان النجح فوق ال 300 والراسب تحت ال 300، صح ولا غلط؟ صح. انا هقول له ايه؟ انا هقول له لو الصم دي اقل من 300 اذا هات لي جمع ده. لا ما هي دي الراسب دي برضو هتكون لا يجيب يجيب. لا انا مش تنفع. لا مش تنفع معلش. انا اسف انا سخنت كده شويه. يبقى دي لو اقل من 300 اكتب لي ناجح. لي راسب. راسب بقى مش راسب. اه معلش انا سخنت كده شويه. ما انا بقول لك انا يبقى راسب. طب لو لا هقول له مثلا ايه؟ اقول له احنا عايزين ندخل كده حاجه في حاجه اقل من 300 اذا راسب. طب خلاص يبقى خلينا نجح بقى وخلاص. بصوا يا شباب هوريكم دي ليه. ناجح نجح ونقفل الكوس. ايه ده شباب اكتب. بصوا يا شباب احنا لما احنا بصينا على ناجح دي كنا احنا عاملين المعادلات هنا، كنا احنا عاملين المجموع هنا في الاف دي احنا اختصرنا المجموع ده. فاهمين اللي انا قلته ولا لا؟ يعني بدل ما كنتوا انتوا بتدوروا بدي، لا انا قلت له ايه؟ لو مجموع دول اقل من 300 اكتب لي ناجح، لو ده اقل من لو اكبر من 300 اكتب لي راس، وهكذا يعني. فاهمين؟ طب احنا خدنا معادله ايه النهارده؟ احنا خدنا معادله فيلوك اب. فيلوك اب صح جدع. فيلوك اب. طب ما تيجي نعمل كده فيلوك اب. نعملها ازاي؟ بص يا شباب بس على الله بقى. لا ولا اقول لك احنا مش هنعملها كده. هنعملها كده مش عشان بس ايه، على فكره دي ارتجال والله. انا عاملها ارتجاليه دلوقتي يعني. انا حبيت بس ايه انيلكم معايا فقلت اما نعمل حركه زي دي. بص يا شباب احنا قلنا ايه؟ احنا اولا نشوف بس الافريج بتاع الموظفين ده كام. يساوي افريج. افريج يا جماعه انت بتعلم كده على حاجه وتدوس انتر يجيب لك الافريج. الافريج بتاع الموظفين دولت او متوسط المرتبات دي 2894 جنيه. قول 2900 جنيه.
بنقول له ايه؟ معايا كده شباب، معايا كده دنيا، معايا انتوا جاهزين؟ جاهزين يا علي؟ كله جاهز؟ مع حضرتك. بصوا بقى شباب، لو الرقم ده اقل من 2900 جنيه، اذا هات لي اسمه. هات لي ايه؟ اسمه. هات لي اسم صاحب المرتب ده. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ ايوه. يبقى نعمل ايه؟ في لوك اب. ما انا بقوله لو ده اقل من 2900 اعمل لي في لوك اب بقى. هندور بايه؟ برقم الموظف. فين؟ في بيانات الموظف. في هنجيب رقم 2، عمود رقم 2 اللي هو اسمه. بعد كده ندوس كده زيرو، بعد كده